لقينا واحد الاشكاليه مع كورونا مؤخرا. فاش بدات كورونا ديك البيريود اللي دوزنا كانت صعيبه علينا شي شويه صراحه. درنا واحد البوز ديال شي عام ونص تقريبا ما كانوش لي توريست، ما كانوا لا توريست ناسيونو لا انترناسيونو. ولكن الحمد لله ديرنيامون بدات كتحرك شويه، بدات كتبداو كيجي اقبال مع فتحوا الحدود شويه، بداو كيجيو مع لو فول جديد وهذا. دونك بدينا كنلقى واحد شويه ديال الاقبال، بدات كينتعش شويه الدومين ديالنا وهذا. في كورونا كيف قلت لك ما بقاتش تحركات، مي با كونتر ديرنيامون الحمد لله تحركات داو. لافونتاج اللي من بعد كورونا هو انه بداو كيستقبلوا حتى المغاربه. في الاول كانوا كيجيونا غير القور، مي ديرنيامون بعد كورونا وهذا حتى المغاربه زعموا شويه على الدومين وهذا. كيجيو عندنا من المغرب كامل كيف ما من العالم كامل حتى هو من قبل. وكيف قلت لك كيجيو عندنا كيدوزوا لا بلوبار كيدوزوا اون سيمين. كنبداو معاهم في الاول بحال دابا السيد اللي معايا انا، راه هذا اول كور عنده. كتبدا في الاول مع غير بلوفوال بيلوطاج ديال لوفوال، كتعلموا لا باز لا سيكوريتي، كتعلموا شويه لي سبوت وهذا. من بعد كتبدا لي زيتاب، كتعطي لا بلونش حتى كيجيري لوفوال مزيان. فاش كيتعلم لوفوال مزيان بوحدها الكايت عاد كتقدر تزيدوا لا بلونش. من بعد فاش كتعلم لا بلونش هذه كتاخذ واحد شويه ديال الوقت، كيقدر مثلا يبدا البرومي جور دوزيام جور غير لوفوال، من بعد كتقدر تعطي لا بلونش لو ريست شي جور واحد 5 جور ولا 4 جور عاد كيبدا يطلع فوق لا بلونش. والحمد لله دابا بدات كتحرك شويه ماشي بحال من قبل، دونك حنا غاديين مع الوقت. اي جو سوي فيني ا داكرا باسكو با سا في 3 فوا كو جيساي دو فير دو كايت، جي ايسايي 3 سبوت ديفيرون اي اون ما توجور دي كو سيتي دارلا او اي فالي الي. اي جو سوي تري تري كونتانت نوتامون دو مون بروفيسور car on a super bien progressé, le spot est génial, le vent est très régulier, enfin on a fait deux jours et demi, c'était vraiment super facile, on a vraiment bien progressé. Donc oui, je conseille à tout le monde de venir à Darla pour commencer le kitesurf et s'amuser en kitesurf. Alhamdulillah, من mora le virus li dach تاع كوفيد الحمد لله انا نتعشات السياحه. ومن بعد عام ونص ما كانت لا سياحه لا والو في المغرب كامل، وماشي غير على مدينه الداخله، راه كانت على كاع المدن السياحيه في المغرب. انا كما كتشوفوا راه بداو كيرجعوا الناس، بداو الاوروبيين ولا حتى المهم من كاع الاجناس، الناس من كاع الاجناس بداو كيجيو هنايا للمغرب. المهم الحمد لله راه كما كنقولوا رجعت المياه المجاريه، وكنتمناو بلي ما تكونش شي فيروس اخر عاوتاني اللي يخرج لينا من لهنايا لشي عام ولا شي عامين نصدقوها عاوتاني بالصدومين كيما الاول.